إني تركت لكم هدى نورا يشع على المدى، ما إن تمسكتم به فلن تضلوا أبدا. نبراس حق كل حين، هدى لقوم متقين، منه الهداية واليقين، منه السلام قد ابتدى. نبراس حق كل حين، هدى لقوم متقين، منه الهداية واليقين، منه السلام قد ابتدى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. مر معنا تفسير هذه الآية، وأن معناها اليسير أن العباد لو استقاموا بالإيمان على منهج الله عز وجل لأسقلهم الله عز وجل وأنزل عليهم الغيث المبارك الكثير المدرار. ثم قال سبحانه: لنفتنهم فيه، ليختبرهم سبحانه وتعالى من يؤمن ومن يكفر، من يشكر ومن ينكر. قال: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا. ومن يشرك بالله سبحانه وتعالى ويعرض عن كتابه وعن اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم يدخله الله عذابا شاقا يوم القيامة في نار جهنم، وهذا جزاؤه، لأن الجزاء من جنس العمل. فلما انحرف عن الطريق وركب الشاقة من الأمور في مخالفة سيد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام أدخله الله النار في عذاب شاق لا يطاق. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. العبادات كلها لله، ويعني وأنواع الأذكار والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى كلها لله عز وجل. وقالوا أيضا المساجد أماكن السجود له سبحانه وتعالى، فسواء هي الأقوال أو الأعمال أو الأماكن فهي لله وحده. فلا يشرك العبد مع الله غيره ولا يدعو سواه جل في علاه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذه العبودية وسرها: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا تشرك مع الله غيره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. لما قام الرسول عليه الصلاة والسلام في وادي نخلة، وهو عبد الله ورسوله مصطفاه وصفوته من خلقه، قام في وادي نخلة يدعو ربه ويناجيه ويصلي له، كاد الجن من ازدحامهم صفوفا على صفوف أن يكونوا لبدا ملتصقين، واللبد ما التصق من الشيء على الشيء صار لبدا عليه ملتصقا به، يعني متراكبا ومزدحما، صار بعضهم على بعض، كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني أنا إنما أدعو الله سبحانه وتعالى وحده ولا أشرك بالله شيئا غيره سبحانه وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعوته التوحيد، وملخص دعوته لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: أخبرهم إنما أدعو الله وحده سبحانه وتعالى، فعليكم أن تدعو الله وأن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. هذه ملخص رسالة كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وهي رسالة سهلة ميسرة مفهومة معلومة مضبوطة محددة. لم يوقع الأنبياء الناس في تهياء، وإنما حددوا لهم دعوتهم ومنهجهم في الحياة. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فالرسول عليه الصلاة والسلام ينفي عن نفسه أنه يملك الضر أو الخير والشر أو الذي يقدره على الناس، إنما أتى مبلغ عن الله عز وجل، وأتى يحمل رسالة من الله سبحانه وتعالى. فهو لا يملك للناس أن يضرهم أو أن عليه الصلاة والسلام يعذبهم أو ينعمهم، إنما ذلك لله وحده. الرسول عليه الصلاة والسلام بشر، ومن صفات البشر أنه عاجز عن أن ينفع الناس إلا بإذن الله ويضر الناس إلا بإذن الله. فالذي يملك الضر والنفع والرشد وكتابة الغي للناس هو الله وحده سبحانه وتعالى. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. قل يا محمد للناس
إنه لن يمنعني من الله أحد إذا أراد أن يعذبني جل في علاه، فأنا لا أملك نفسي جلب نفع ولا دفع ضر، وإنما أنا عبد ورسول، والقدرة كلها لله عز وجل، ولن أجد من دونه ملتحدا، لا أجد ملجأ ألتجئ إليه إذا أرادني الله بشيء، فأنا لا أجد ناصرا من دون الله يدفع عني عذاب الله لو أرادني بذلك، ولا أجد مهربا ومكانا ألتجئ فيه من عذاب الله عز وجل، فلا دافع ولا ملجأ ولا ملتجأ من الله إلا إليه جل في علاه. قال: إلا بلاغا من الله ورسالاتي، إنما أملك أن أبلغ عن الله وأبلغ رسالات الله سبحانه وتعالى عنه جل في علاه. فمهمتي البلاغ، ما مهمتي أن آتيكم بالنفع والضر، أو أنني أنا أشافي المرضى، أو أنني أعافي المبتلين، أو أنني أحيي الأموات، هذا لله وحده سبحانه وتعالى. أنا مهمتي محددة أنني نذير، وأنني أبلغكم رسالة من عند الله عز وجل، وأني أدلكم وأهديكم إلى الصراط المستقيم بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. من لم يؤمن بالله ويتبع رسوله عليه الصلاة والسلام فجزاؤه نار جهنم. وهذا إقامة للحجة للناس وهم في الحياة الدنيا، يقول: أيها البشر، إذا أطعتم الله دخلتم الجنة، وإن عصيتم الله دخلتم النار. من يؤمن بالله ويتبع رسوله صلى الله عليه وسلم ينعم في جنات النعيم، من يخالف رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ويعصى ربه يعذب في نار الجحيم. هذا أمر بارز معلوم دائما يكرر في كتاب الله عز وجل. هذه هي القضايا الكبرى التي لا مثلها في قضايا في العالم، والتي ينبغي الإنسان يجعلها في مقدمة أولوياته في الحياة الدنيا ليعتقدها وليؤمن بذلك، وأصبح الأمر واضحا، وقيمة الحجة على من بلغته هذه الرسالة أن من آمن دخل الجنة ومن عصى دخل النار خالدين فيها أبدا، أبد الآباد، لا يخرجون منها ولا يموتون فيها، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، حتى إذا رأى أعداء الله من الكفار ما وعدوا به وقد كذبوه في الدنيا من عذاب الله عز وجل ومن نار جهنم، حينها يتيقنون من الذي كان أضعف ناصرا، هم أم الله؟ بل كانوا هم أضعف ناصرا، وكان من ناصرهم كان ضعيفا، وكان جهدهم قليل، وكانت قوتهم بائسة وضعيفة وكليلة بالنسبة لقوة الله، أو أقل عددا، بل هم أقل عددا. فإن الكثرة والقوة والعظم لله وحده سبحانه وتعالى، لأن بعض الكفار كانوا كانوا يشيحون بقوتهم، وكانوا يهددون بقدرتهم حتى على الملائكة. فأخبر سبحانه وتعالى أنه يوم العرض الأكبر إذا رأوا العذاب ورأوا عظمة الله وبطش الله وشدة بأس أعاذنا الله من ذلك، علموا أن عددهم قليل وأن قوتهم كانت ضعيفة جدا وهزيلة. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. يقول: والله ما أدري متى قيام الساعة، ولا أعلم متى يقوم هذا اليوم الذي هو اليوم الآخر، إنما أنا أخبرتكم أنه سوف يقوم، لكني لا أعلم بأي ساعة ولا في أي زمن ولا أي تاريخ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى لمهمة محددة، أتى ليدعونا إلى توحيد الله وعبادته، ويحذرنا من الشرك والكفر ومخالفة أمر الله عز وجل. لم يأتي ليخبرنا بتواريخ محددة عن قيام الساعة، ولم يأتي عليه الصلاة والسلام له صفات الألوهية، بل هو عبد رسول من عند الله عز وجل، الله ناصره والله كافيه، وأتى يخبرنا بالرسالة، أتى نذير، ولم يأتي موقت بقيام الساعة. فيقول: لا أدري هل هو قريب هذا اليوم، والله ما أعلم، أو يجعل له ربي أمدا، يعني مدة من الزمن طويلة أو قصيرة، لا أعلم. وهذا يدلك على التجرد والشفافية والوضوح والصراحة في دعوته صلى الله عليه وسلم، فلم يدعي علم الغيب غير ما علمه الله، ولم يدعي أنه يعلم قيام الساعة، ولم يدعي أن عنده كنز، وأنه يستطيع أن يغني الفقير، وأن يستطيع أن يعافي المبتلى ويشاف المريض كما يدعي الدجاجلة من الكذبة والسحرة والمشعوذين والكهنة. بل كان صلى الله عليه وسلم واضحا يخبر الناس أنه أتى بالتوحيد ورسالة الإيمان، وأنه يدعو إلى جنات النعيم، وأنه لا يملك ضرا ولا نفعا، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يدري متى قيام الساعة. هذا غاية الوضوح. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، الله وحده يعلم الغيب، لا يعلم الغيب غير الله. وإذا أراد أن يخبر أحدا من الرسل بشيء من الغيب أوحى إليه وحيا، فلا يظهر على غيبه أحدا، لا يطلع أحد من الناس على الغيب الذي استأثر الله بعلمه سبحانه وتعالى كعلم
ما في الأرحام، وعلم متى يموت الإنسان بأي أرض يموت، ومتى قيام الساعة ونزول الغيث. هذه الخمس لا يعلمها إلا الله، فلا يظهر الله على علمها أحد من البشر، بل هو سبحانه وتعالى الذي علمها وحده جل في علاه. وإذا أراد أن يخبر رسوله بشيء من علم المغيبات أوحى إليه وحيا، كما سوف يأتي معنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. إن هذا منهج واضح ميسر سهل، أخبر صلى الله عليه وسلم عن نفسه، وتجرد صلى الله عليه وسلم عن صفات الألوهية، وأخبر أنه عبد وأنه بشر وأنه رسول من عند الله يدعو إلى طاعة الله وتوحيده. وإلى لقاء، وجزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إني تركت لكم هدى نورا يشع على المدى، ما إن تمسكتم به فلن تضلوا أبدا. حكام وأفضال تلوح، مسك وريحان يفوح، بسر أنوار يبوح، بالمعجزات تفردا. حكام وأفضال تلوح، مسك وريحان يفوح، بسر أنوار يبوح، بالمعجزات.